هنعمل سلطة السبانخ بالبنجر. هنحط سبانخ وهنحط بنجر مسلوق ومبشور. وهنا عايزة أقول ملحوظة مهمة جدا، الناس اللي بتستخدم البنجر ني سواء في الأكل أو في الشرب يخلوا بالهم، لأن في ناس معدتها ما بتستحملش البنجر الني. فيعني نعمل تيست كده بسيط الأول قبل ما نعتمد عليه في نظامنا الغذائي. جبنة ماعز أو قريش، بصل احمر مفروم، والدريسنج هيكون عباره عن خل بلسمك وعسل ابيض وزيت زيتون ومستردة وثوم مفروم وملح وفلفل. وصفه لذيذه قوي، لو حبيتوا تدخلوا لها بذور من الرمان، لو حبيتوا تحطوا لها دبس الرمان، لو حبيتوا تحطوا لها عين جمل، لو حبيتوا تحطوا لها فصوص من البرتقال، كل دي حاجات هتليق معاها وهتبقى لطيفه جدا جدا جدا. هنعمل ايه بقى؟ هحط طبقه من البنجر واوصل لبره، هحط طبقه من السبانخ واوصل لبره، هحط الجبنه وافردها، هحط عليها بنجر، هحط عليهم البصل. هنا هعمل الدريسنج، ادي زيت الزيتون، خل بلسمك، ثوم، مستردة. شوفوا الوصفات، مش هتاخد منكم وقت خالص خالص خالص. عارفة انكم بتقولوا دلوقتي يا اميرة انت عندك كل حاجة متقطعة ومغسولة ومتزبطة. لو في نظام للمطبخ في البيت هتلاقوا ان الامور سهلة جدا. وانا عارفه ان مفيش حاجه سهله، وانه كل حاجه صعبه، وانه كل حاجه بتاخد وقت طبعا عندنا كلنا، ولكن النظام بيسهل، قصدي بيخلي الحاجه تبقى اسهل واسرع وما يبقاش فيه مجهود، وما يبقاش فيه كمان في نفس الوقت استصعاب للامر، لاني لسه كل يوم هقف اعمل طبق سلطه، انا كل يوم لسه هبعت اجيب الحاجه واغسلها واقطعها واعملها. بس هو ده قصدي.